الخير وجميع السادة المشاهدين. أعزائنا المشاهدين لما كنتم مرحبا وسهلا فيكم. اليوم يوم مميز في كتارة، حيث انطلقت على الساعة 10 من صباح هذا اليوم فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان كتارة للرواية العربية، والتي تشهد برنامجا متنوعا يوازي مكانة يوم 12 أكتوبر اليوم الذي اخترته طبعا كتارة ليكون يوم خاص للرواية العربية. اليوم أيضا تم الإعلان عن مبادرة الرواية والفن التشكيلي ومبادرة الرواية والمسرح وتكريم الفنانين المشاركين في هذه المبادرة، بالإضافة إلى افتتاح معرض الطيب صالح عبقري الأدب العربي، كما تابعنا حفل توقيع إصدارات جائزة كتارة للرواية العربية لعام 2017 بمشاركة النقاد الروائيين الفائزين بجائزة كتارة للرواية العربية في دورتها الثانية. حتى سلط الضوء أكثر أعزائنا المشاهدين عن جائزة كتارة للرواية العربية وكذلك جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي، يسعدني أن يكون معنا في هذه اللحظات الناقد السوداني مجذوب عيدروس الأمين العام لجائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي. مرحبا وسهلا فيك أستاذي، وأنا سعيد بوجودك معنا في هذه التغطية الخاصة. أنا سعيد جدا بهذه المقابلة في تلفزيون قطر. يا مرحبا. وسعيد بزيارتي لقطر في مهرجان كتارة للرواية العربية. كيف وجدت هذا اليوم، يوم 12 أكتوبر، هذا اليوم المميز للرواية العربية والذي يقام في دولة قطر اليوم بهذه الجائزة؟ طيب، واحدة من الأشياء الباعثة على الفرحة والسرور التفات جائزة كتارة للرواية العربية، نعم، إلى عبقرية الأدب العربي الطيب صالح في هذا المعرض البديع الذي يقيم، وهذا الكتاب الذي ضم لوحات مستوحاة من أعمال الطيب صالح، نعم، ومن سيرة حياته، نعم، وهذه النبذة الموجودة في الكتاب وفي المعرض. طيب، ما هي الدلالة الرمزية والثقافية لهذا الاحتفاء بالطيب صالح وما تركه من إرث؟ الطيب صالح ليس شأنا سودانيا خالصا، هو سوداني، لا، لكل دولة عربية منه نصيب، ولدولة قطر أيضا النصيب الأوفى، فقد عمل فيها 7 سنوات مديرا لوزارة الإعلام، وكان من الذين أرسوا دعائم ولبنات هذا الإنجاز الإعلامي والثقافي الكبير في قطر مع الآخرين. نعم. فهذا نوع من الوفاء. وأيضا الطيب صالح هو كاتب وضعته روايته موسم الهجرة، وضعت روايته موسم الهجرة إلى الشمال ضمن أفضل 100 رواية في التاريخ الإنساني كله، وترجمت إلى 10 لغات، وأعماله الأخرى أيضا جميل ترجمت. نعم. الطيب صالح رمز عربي وسوداني وعالمي كبير. نعم. أستاذ مجذوب، كيف تجد الآن في عدد من الجوائز الخاصة بالرواية؟ نعم. هل أنت مع التنسيق بينهم ولا يكون هناك منافسة كل واحد يعمل باستقلالية؟ أنا يمكن في العام الماضي في ديسمبر عند تقديم جائزة السلطان قابوس في سلطنة عمان، نعم، قلت أن الجوائز العربية ينبغي أن تتكامل ولا تتنافس فيما بينها. تتكامل؟ نعم. لماذا تتكامل؟ أن يكمل كل منا جهد الآخرين. نعم. الغرض في النهاية هو غرض تقديم الإبداع العربي للعالم كله بشكل أفضل. فمثلا جائزة كتارة غطت فراغا كبيرا كان موجودا، نعم، في ترجمة الأعمال الروائية العربية إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، نعم، وهما اللغتان الأكثر انتشارا في العالم، نعم. كذلك ربطت في هذا العام بين التشكيل وبين الرواية، نعم، كما ربطت بين الرواية والمسرح من خلال المسرحية التي شاهدناها وهي مأخوذة من أعمال الروائي الكبير واسين العرج. نعم. نعم. طيب، هل أنت مع مثل هذا التجمعات بين فترة وأخرى أم هي مرة واحدة في السنة وخلاص؟ أنا أعتقد أن فرصة اللقاء بين المثقفين العرب هي فرصة ذهبية، ولعل الثقافة ترتق ما تفتقه السياسة. وأعتقد أن الأعمال الإبداعية العربية توحد الجمهور العربي من المحيط إلى الخليج أكثر. صحيح. من أي مجال آخر. نعم. نعم. هل هذه الجوائز المقدمة وهذا الزخم الإعلامي وهذا الاهتمام يساعد في انتشار الرواية وتطوير فكر الرواية أيضا؟
أنا أعتقد أن الجوائز العربية الكثيرة ومن ضمنها جائزة كتارة وجائزتنا أيضا جائزة طيب صالح للإبداع الكتابي والرواية أيضا أحد فروعها المهمة. هذه الجوائز استطاعت أن تستقطب إليها الأقلام العربية الراسخة والأقلام الشابة في تنافس شريف صحيح. ووسط تحكيم يتسم بالنزاهة والشفافية نعم. وموكل أمره لأهل الخبرات والدراية. فمجرد أن يلتقي المثقفون العرب في أي عاصمة عربية، والدوحة هذه الأيام تحتضن يعني جائزة كتارة، هذا إنجاز طيب في هذه الأزمنة العربية الصعبة. جميل. اليوم في كتارة تم الإعلان عن مبادرة الرواية والفن التشكيلي. نعم. اليوم. نعم. كيف تجد العلاقة بين الرواية والفن التشكيلي؟ نعم، من واقع تجاربنا في العمل الثقافي والإبداعي، نعم، هناك تلازم بين الفنون والأجناس الأدبية. تلازم؟ نعم. فكل مثلا الفنان التشكيلي يكمل عمل الكاتب، بمعنى يعني لو تلاحظ أن أغلفة الكتب التي رأيناها اليوم، نعم، هي لفنانين تشكيليين محترفين ومتميزين يعني وفي هذا فليتنافس المتنافسون. نعم. الشيء الثاني يعني إنه الرواية الآن أصبحت هي فن العربية الأول، ولعل غزاها أحمد الشعر. نعم. واتجاه التشكيليين أيضا وكثير يعني حتى يمكن أعمال الطيب صالح الأولى كلها قام برسم الأعمال فيها في الغلاف والصفحات الداخلية. نعم. الفنان الكبير إبراهيم الصلحي. نعم. وهناك يعني دائما هذه الفنون والآداب تكمل بعضها البعض، والنهضة في أي مجال من هذه المجالات تستصحب معها بقية الفنون الأخرى. جميل جميل. الآن حضرت أنت تجارب المسرحية الفن الروائي وسيني الأعرج. نعم. المسرحية. نعم. كيف وجدت الفصول وترجمة الرواية إلى مسرحية إلى عمل مسرحي؟ كيف طيب. تقييمك؟ طيب، هي مملكة الفراشة واحدة من رواياته الكبيرة. نعم. ولها ذيوع وانتشار في العالم العربي، وحقيقة نعم. أن المخرج قد بذل جهدا كبيرا، وأنا أقول هذا باعتباري أنا أيضا أصلا خريج نقد مسرحي. نعم. نقد ودراسات مسرحية، فالمخرج بذل جهدا كبيرا والممثلون كانوا أيضا على مستوى الحدث، وأعتقد أنها هي الناس خرجت برؤية فنية ويعني لم تخرج عن إطار النص الروائي، ولكن طبيعة العرض المسرحي تختلف عن الكتاب المغروء. نعم. ما هو الجديد هذه السنة لجائزة الطيب صالح للإبداع الكتابي؟ ما هو الجديد في هذه السنة؟ هذا العام هناك محور جديد لدراسات حول أدب المكان في الرواية العربية، كما ستكون في فبراير القادم ملتقى علمي يلتقي فيه عدد من كبار الكتاب والروائيين العرب. نعم. والنقاد حول سرديات أدب الرحلة. نعم. والمعروف أنه أدب الرحلة في الأدب العربي مجال كبير وخصب اعتبارا من ابن بطوطة وعمالقة الرحالة العرب. نعم. تقييمك كناقد الآن للكتب المشاركة والروائيات المشاركة معنا اليوم، ما شاء الله شفت أنا مجموعة من الروايات الموجودة مترجمة عربي وأجنبي، تقييمك لها بشكل عام بسريعا. أنا أعتقد أن الروايات والدراسات النقدية التي فازت في كتارة هي كلها أعمال لكتاب كبار وراسخين، ومعظمهم من الذين التقينا بهم من قبل سواء في جائزة الطيب صالح العالمية أو عبر قراءتنا لهم في المكتبات. فهم كتاب كبار ويستحقون كل تكريم وكل تقدير، ويستحق القائمون على أمر جائزة كتارة منا كلمة شكر وتقدير. نعم. كل الشكر وتقدير لك الناقد السوداني مجذوب عيدروس الأمين العام لجائزة الطيب صالح العالمية لإبداع الكتابي، شكرا جزيلا لك. شكرا. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، ما خلصنا، راح ناخذ فاصل بسيط ونرجع لكم إن شاء الله، وعندنا ضيوف نتكلم عن هذه الجائزة، جائزة كتارة للرواية العربية 2017. ابقوا معنا.